إلى أخبار الاقتصاد الأمريكي، ونبدأها بتصريحات كريستوفر وولر العضو في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إن الوقت الذي سيخفض فيه البنك معدل الفائدة يقترب، لكن الضبابية بشأن مسار الاقتصاد تجعل من غير الواضح التوقيت المحتمل خلال خفض تكاليف الاقتراض على المدى القصير. وأضاف أنه يعتقد أن البيانات المحلية تتسق مع تحقيق الهبوط السلس، أي الوصول بالاقتصاد إلى بر الأمان. وأشار وولر إلى أن النمو الاقتصادي يمضي الآن صوب وتيرة أكثر اعتدالا مع تحسن توازن سوق العمل كثيرا، وذلك وسط اعتدال التضخم. لكنه قال إن الضبابية المحيطة بأداء التضخم في الأشهر المقبلة تجعل من الصعب معرفة التوقيت الذي يمكن فيه للمركزي الأمريكي خفض الفائدة لليلة واحدة من المستوى الحالي. من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خطة جديدة على مستوى القارتين الأمريكيتين لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات التي تدخل في الصناعات الإلكترونية الحديثة والمتطورة وتهيمن الصين على إنتاجها. وقال بلينكن في افتتاح اجتماع وزاري مع نظرائه من 11 دولة في القارتين الأمريكيتين الشماليتين والجنوبية الشمالية والجنوبية، أن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز قدرة الدول على تجميع واختبار وتعبئة أشباه الموصلات بدءا من المكسيك وبنما وكوستاريكا، كما دعا إلى المزيد من الاستثمار في دول الأمريكيتين لتعزيز تحول الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أن الهدف المعلن سابقا للدول الاثنتي عشرة في هذا الاجتماع هو تخصيص 3 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية.